الحكومة الجديدة اللي هي ناتجة على معناها عمليا من الحوار الوطني، احنا نعتقد انه هذه الحكومة لم تكن وفية بروحها بقدر عالي لروح التوافق الوطني ليعكسوا الحوار الوطني، ولذلك ماهيش باش تكون حكومة قوي في اعتقادنا. باش تعزز روح التوافق عليها بالانطلاق بسرعة في طمأنة التونسيين والتونسيات والأحزاب الديمقراطية والتقدمية خاصة في المعارضة، عبر إنجاز مختلف بنود خريطة الطريق، المهمات الكبيرة اللي تنص عليها خريطة الطريق، تحسين الحالة الأمنية، كشف الحقائق حول الاغتيالات، حل الميليشيات، تحييد المساجد، مراجعة التعيينات في أقرب وقت، خاطر ثم تعيينات واضحة، معناها جملة الولات اللي تنتمي لأحزاب سياسية واضحين معتمدين العمد، هذا كله جهاز يجب أن يحيد، خاطر هذا عنده علاقة مباشرة بالانتخابات القادمة. هذا يمكن يفتح لنا وفق أن النجم نقدمه بشكل أفضل على طريق إنقاذ بلادنا وإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح، حتى نقوم بالانتخابات القادمة في مناخ يضمن الشفافية والنزاهة وعدم التشكيك في نزاهة الانتخابات. يعني تركيبة فيها واضح، فيها ضغوط أحزاب الترويكا وإصرارهم على إبقاء بعض الأسماء وتعيين بعض الأسماء اللي عندها بشكل أو بآخر علاقة بهم، وسوف أستعمل لفظة استعملها سي عامر العريض في معرض تصديه لترشيح الأستاذ مختار الطريفي، قال هذا عنده نقص في الاستقلالية. احنا نقولوا لي في الحكومة ذي ثم برش عناصر تحوم شبهات كبيرة حول نقص الاستقلالية لديهم وارتباطهم بأحزاب سياسية بعينها لا سيما أحزاب الترويكا.